ماذا تعرف عن بيع الأراضي بين الدول؟ ترى كيف يكون شعور المرء إن استيقظ صباح يوم ووجد نفسه والأرض التي يقيم عليها قد انتقلت ملكيتها وتبعيتها لدولة أخرى؟ لقد استغرب البعض التقارير عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك، وأثارت تلك الرغبة الكثير من الجدل في الأوساط العالمية الرسمية والإعلامية بين مستهجن للفكرة ومؤيد لها، بل إن البعض اتهم الرئيس الأمريكي بالجنون. ومع ذلك فإن رغبة الرئيس الأمريكي ليست بدعا من التاريخ، فقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية شراء غرينلاند منذ فترة طويلة، ففي سنة 1946 عرض الرئيس هاري ترومان 100 مليون دولار للجزيرة التي يعود اهتمام الولايات المتحدة بها إلى سنة 1867. ولم يكن الأمر مقتصرا على الولايات المتحدة في عمليات شراء أراضي من دول أخرى، وإن كانت أمريكا تبقى صاحبة نصيب الأسد من تلك الصفقات، بل شهد العالم تاريخيا حالات عديدة باعت أو تنازلت فيها دول عن أراضيها لدول أخرى. يستعرض هذا الفيديو عددا من تلك الحالات التي أصبح فيها سكان تلك الأراضي تابعين لدول غير تلك التي أمسوا فيها. ألاسكا، الإمبراطورية الروسية تبيع أراضيها بفعل العوز. في 30 من مارس سنة 1867 توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق لشراء ألاسكا من روسيا بمبلغ 7.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 115 مليون دولار في وقتنا الحاضر. وتم التفاوض على المعاهدة مع روسيا وتوقيعها من قبل وزير الخارجية ويليام سيوارد والوزير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ستوكل. كانت الإمبراطورية الروسية تعاني آنذاك من ضائقة مالية خانقة على إثر نهاية حرب القرم، في الوقت الذي تنامت فيه مخاوف القيصر الروسي ألكسندر الثاني حول مصير منطقة ألاسكا الروسية، والتي كانت تقع في أقصى شرق الإمبراطورية، وهو ما كان أمرا محفزا لقبول الصفقة. ومع ذلك لم يأتي الاعتراض الكبير من الروس، بل جاء من الأمريكيين الذين اشترت بلادهم تلك الأراضي. وكان الكثير من الأمريكيين سنة 1867 يعتقدون أن عملية الشراء فاسدة، وهو ما حاول وزير الخارجية الأمريكي ويليام سيوارد التخفيف منه من خلال التأكيد في عدة مناسبات على أهمية المنطقة ومواردها الطبيعية، في حين يرى البعض المفكرين أن فكرة عدم شعبية عملية الشراء بين الأمريكيتين هي واحدة من أقوى الأساطير التاريخية في التاريخ الأمريكي. الأرض الثانية هي لويزيانا، صفقة البيع التي غيرت مسار التاريخ. كانت لويزيانا أكبر عملية شراء تقوم بها الولايات المتحدة وواحدة من أكبر صفقات الأراضي على الإطلاق، فقد اشترتها من فرنسا مقابل 15 مليون دولار فقط في سنة 1801. قبل ذلك كانت لويزيانا تابعة لإسبانيا، واستعاد الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت السيطرة عليها سنة عام 1800، وبعدها بدأ الرئيس الأمريكي التفاوض مع فرنسا لشرائها في وقت كانت فرنسا تعاني فيه ماليا وتحتاج بشدة لتمويل حربها مع إنجلترا. وتم توقيع معاهدة الشراء بين نابليون والرئيس الأمريكي في 30 من أفريل سنة 1803، وتم الإعلان عنها في واشنطن في الرابع من نفس الشهر من سنة 1803. ووصف الكاتب جوزيف هاريس في مقال نشره موقع سميثسونسيان ماجازين عملية الشراء تلك بأنها غيرت العالم، مشيرا إلى أنه عندما اشترى توماس جيفرسون إقليم لويزيانا من فرنسا قام بتغيير شكل الأمة ومسار التاريخ. عملية البيع الأخرى هي فلوريدا، إسبانيا تبيع ما تبقى من المقاطعة القديمة بخمسة مليون دولار فقط. اشترت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فلوريدا من إسبانيا سنة 1819 مقابل خمسة مليون دولار، وقد وقع الوزير الإسباني في ذلك الحين دون لويس دي أونيس ووزير الخارجية الأمريكي جون كينسي آدامز على معاهدة شراء فلوريدا، والتي توافق إسبانيا بموجبها على التخلي عن ما تبقى من مقاطعة فلوريدا القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عملية البيع الأخرى هي جزر فيرجن الأمريكية أو جزر الهند الغربية الدنماركية سابقا. في سنة 1917 قامت واشنطن بشراء جزر الهند الغربية الدنماركية مقابل 25 مليون دولار،
وأطلق عليها اسم جزر فيرجن الأمريكية، وتعد تلك الجزر في الوقت الحاضر المقصد السياحي الأبرز من بين المناطق المنعزلة الأمريكية العديدة التي لا تشكل جزءا من الولايات الخمسين ولا المقاطعات الفيدرالية. المكان الآخر هو خليج غوانتانامو، وهو قاعدة بحرية مستأجرة. يعتبر خليج غوانتانامو أحد المناطق التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ وبحر الكاريبي، وتم استئجاره لاستخدامه قاعدة بحرية سنة 1903 مقابل 2000 دولار في السنة، وتم رفعها إلى 4085 دولار سنة 1974. لقد احتجت الحكومة الكوبية منذ ثورة 1959 ضد أقدم قاعدة بحرية خارجية في أمريكا، زاعمة أنها فرضت بالقوة وضد القانون الدولي. ومنذ سنة 2002 كانت موطنا للسجن سيء السمعة المدان دوليا، والذي تحتجز فيه الولايات المتحدة الأمريكية بدون محاكمة من يقررون أنهم إرهابيون خطرون. المكسيك. المكسيك تتخلى لأمريكا عن نصف أراضيها مقابل 15 مليون دولار. دفعت الولايات المتحدة إلى المكسيك حوالي 30 مليون دولار لشراء مناطق مختلفة بين سنتي 1848 و 1856، وبدأ ذلك تحديدا عندما تم التوقيع على معاهدة هيدالجو سنة 1848، وهي المعاهدة التي أنهت الحرب المكسيكية الأمريكية وتخلت بموجبها المكسيك عن حوالي 1,350,000 كيلومتر مربعا، أي حوالي نصف أراضيها، وهذا مقابل 15 مليون دولار أمريكي وإنهاء الحرب. ومكنت هذه الصفقة الولايات المتحدة من التمدد غربا إلى المحيط الهادئ، حيث توجد ولاية كاليفورنيا الآن، كما أراد الرئيس الأمريكي جيمس بولك في السنوات التي سبقت الحرب. وبعد 5 سنوات من معاهدة هيدالجو في سنة 1853، استمر توسع الولايات المتحدة واشترت منطقة جادزيسن ب 10 مليون دولار، إذ كانت المكسيك لا تزال بحاجة إلى المال في أعقاب الحرب المكسيكية الأمريكية. حكومة كيريباتي تشتري أراضي بديلة في جزر فيجي. جمهورية كيريباتي هي مجموعة من جزر في المحيط الهادئ تتعرض لمخاطر بيئية جدية بسبب التغير المناخي، ما دفع حكومة كيريباتي لشراء 6,000 فدان في جزيرة فيجي سنة 2014. كما شرعت في وضع برنامج لمساعدة السكان في الهجرة والبحث عن أماكن بديلة، ويبلغ عدد سكان كيريباتي حوالي 110,000 نسمة موزعين في 33 جزيرة صغيرة. وكما أوضحت صحيفة الجارديان، فقد تمكن رئيس جمهورية كيريباتي أنوتي تونغ من شراء 20 كيلومتر مربع في فانوا ليفو إحدى جزر فيجي على بعد حوالي 2000 كيلومتر، متخذا بذلك خطوة جدية ملموسة في شراء أراضٍ بديلة تكون بمثابة ملجأ لسكان دولته. وهي خطوة كانت جزر المالديف أول من فكر فيها في سنة 2009 تحسبا لغمرها تدريجيا. الصين تحسم نزاعا حدوديا دام قرنا من الزمن وتشتري جبال بامير. تبرز الصين كواحدة من الدول التي لها باع في شراء الأراضي أو الاستحواذ عليها، فقد أبرمت صفقة مع طاجيكستان سنة 2011 لشراء 1000 كيلومتر مربع في منطقة جبال بامير أو ما يسمى بامير مونتينز. وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد أعلنت الصين وطاجيكستان أنهما حسمتا نزاعا حدوديا منذ قرن من الزمن، بعد أن وافقت الأخيرة على التخلي عن أراضي متنازع عليها للصين، ولم تصدر الحكومة الطاجيكية تفاصيل مالية عن الصفقة. وقد أدى توسع الصين نحو الغرب عبر حدودها الممتدة على طول 2800 كيلومتر مع آسيا الوسطى إلى تأجيج المشاعر داخل المنطقة السوفيتية السابقة، إذ يقول نشطاء المعارضة أن الحكومات تتخلى عن الكثير من مواردها الثمينة. مثال آخر هو ألمانيا. ألمانيا تدفع 25 مليون بازيطة مقابل الجزر الإسبانية. بدورها اشترت ألمانيا جزر كارولين وماريانا من إسبانيا في سنة 1899، وكانت جزر كارولين وماريانا محل نزاع بين الدولتين لفترة طويلة، وأحيل هذا النزاع لتحكيم البابا ليون 13 في سنة 1885، والذي حكم بالجزر لصالح إسبانيا، لكنه منح حقوق التجارة الحرة لألمانيا، لكن ألمانيا استولت على إدارة الجزر سنة 1899 ودفعت 25 مليون بيزيطة
وهو ما يقرب من 1,000,000 جنيه استرليني. الاتحاد السوفيتي أيضا يشتري أراضي فنلندية بعد انتهاء حرب الشتاء. اشترى الاتحاد السوفيتي السابق أراضي جانيسكوسكي نيسكاكوسكي من فنلندا مقابل 700 مليون مارك فنلندية في عام 1947. ففي سنة 1940 وبعد هزيمتها فيما يسمى بحرب الشتاء مع الاتحاد السوفيتي، وكنتيجة للمعاهدة الموقعة في نهاية الحرب، اضطرت فنلندا إلى التنازل عن أجزاء من مقاطعات كاريليا وسيلا وكوسامو إلى الاتحاد السوفيتي، وكذلك الجزر في خليج فنلندا. وكانت المساحة الكلية حوالي 40,000 كيلومتر مربع، أكثر ب3 مرات من المساحة التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي خلال حرب الشتاء نفسها. باكستان تشتري جوادر بعد 174 عاما من الحكم العماني. عندما حصلت باكستان على الاستقلال سنة 1947، كانت جوادر لا تزال تحت الحكم العماني. ومع استقلال باكستان وانضمام جميع الدول البلوشية إلى باكستان، بدأ سكان جوادر برفع طلب الانضمام إلى باكستان. وفي سنة 1954 تعاقدت باكستان مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لإجراء مسح لحدودها الساحلية. وأشار المسح إلى المنطقة باعتبارها مناسبة لميناء جديد في أعماق البحار. وهذا الاكتشاف إلى جانب المطالب المتزايدة لسكان جوادر للانضمام إلى باكستان، دفع باكستان إلى تقديم طلب رسمي إلى سلطان مسقط وعمان سعيد بن تيمور لنقل جوادر إلى باكستان. وفي 7 سبتمبر سنة 1958 وبعد 4 سنوات من المفاوضات، اشترت باكستان جوادر من سلطنة مسقط وعمان مقابل 3 مليون دولار. وأصبحت جوادر رسميا جزءا من باكستان في 8 ديسمبر من سنة 1958 بعد 174 عاما من الحكم العماني. فرنسا اشترت واحدة من جزر الكاريبي. اشترت فرنسا سان بارتليمي في جزر الهند الغربية من السويد مقابل 320,000 فرنك سويسري فرنسي عفوا في سنة 1878. التنازل أو النقل خيارات أخرى. وفي الأعوام الأخيرة رأينا دولا تنقل أو تؤجر ملكية أراضيها لدول أخرى، كما وقع مؤخرا بين مصر والسعودية، حيث أعلنت الدولتان ترسيم الحدود البحرية بينهما سنة 2017. وبموجب هذا الإعلان نقلت مصر ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما أثار غضبا شعبيا في مصر، عززه حكم قضائي شهير بملكية مصر للجزيرتين الاستراتيجيتين. كذلك سلمت السودان جزيرة سواكن السودانية إلى تركيا بموجب اتفاق موقع سنة 2017 يعطي تركيا الجزيرة مؤقتا لإعادة تأهيلها. وكانت تلك الاتفاقية تمثل خطوة أخرى لسياسة الانخراط التركي في إفريقيا، لكن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير هذا العام أثار تكهنات حول إلغاء الاتفاق. ويبدو جليا للمدقق في دوافع البيع والشراء تلك أن المال وتوسيع النفوذ هما القاسم المشترك في كل تلك الصفقات، فقد دفعت حاجة الدولة الماسة للمال كما في حال بيع نابليون لمنطقة لويزيانا إلى اتخاذ هكذا خطوات. وكذلك كان تعزيز وتوسيع النفوذ هو الدافع الأكبر وراء رغبة الدول في شراء مناطق من دول أخرى، كما يتضح في الحالات المتعددة للولايات المتحدة الأمريكية.